باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الحقيقه انا مبسوط جدا ان اتيحت لي الفرصه ان انا ازور كنيسه العذراء في ايست برونزويك واتعرف عليكم وعلى المسرح القبطي وعلى مجهوده. المسرح القبطي ممكن يجيب فايده كبيره جدا لان المسرح بيجسد الحقائق وله جاذبية عند الناس. وأنا كنت شاعر أثناء ما شفت الرواية بتاعتكو إحنا مين إن كل الناس كانوا مبسوطين. كان التأليف كويس والإخراج كويس والتمثيل كويس، وأيضا الرواية كان لها هدف إنها تعرف الناس بإيه المشاكل اللي بتصادف المهاجرين الجدد، وإيه المتاعب الأسرية اللي بين العائلات، وإزاي جايز الأب يكون في ناحية والأم في ناحية والأولاد في ناحية. بس برضو كل الحاجات دي مش بس إن إحنا نظهر العيوب، إنما لازم نفكر إزاي نعالجها. يعني الرواية رواية هادفة وبتدي معنى حقيقي للي حاصل، وأنا مبسوط إن أنا شفت جزء كبير من الرواية دي. ولولا سفري في ذلك اليوم إلى فيلادلفيا كنت حضرتها كلها. ربنا يكون معاكم ويستخدم مواهبكم كلها للخير. وأيضا الرواية بتدي فرصة لعدد كبير من الشباب انه يشترك فيه، يعني يمكن اكتر من 20 أو 30 كانوا مشتركين في الرواية وقضوا وقت لطيف. ربنا يكون معاكم ويسمعنا عنكم كل خير.
نعيش على مجدنا حضار مياه الفريق وكنيسة يا أمنا أجيال وراء أجيال هنعيش على مجدنا حضار مياه الفريق وكنيسة يا أمنا يوصل لأبعد سما جاي الصلاة بالليل يبعدنا يوم النما يكبر شعاع النور يوصل لأبعد سما ده حلمنا طول عمرنا حط جنبنا كلنا كلنا ده مصر يا حبيبتنا غالية أرض الصلاة والتسبيح انتي ما في غيرك انتي اللي زارك المسيح مصر يا حبيبتنا غالية أرض الصلاة والتسبيح انتي ما في غيرك انتي اللي زارك المسيح في الغربة فيها ناس أشكال والوان والخوف الخوف من بكرة نضيع وسط الطوفان الدنيا زحام في الغربة فيها ناس أشكال والوان والخوف الخوف من بكرة نضيع وسط الطوفان داي الصلاة بالليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع يوصل لأبعد سما جاي الصلاة بالليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما فادك عرفهم احنا مين احكي لهم عن اجدادك حضارة وتاريخ طويل ولاولادك واحفادك عرفهم احنا مين احكي لهم عن اجدادك حضارة وتاريخ طويل جاي الصلاة بالليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع يوصل لأبعد سما جاي الصلاة بالليل يبعدنا يوم النما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما
شر الزمان. كنيستك هي حميتك فيها ليك كل الأمان، ربي ولادك جواها في من شر الزمان. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم النما، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم النما، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. ده حلمنا طول عمرنا، حضن ضمنا كلنا كلنا. ده حلمنا طول عمرنا، حضن ضمنا كلنا كلنا. الحب موش بالكلمة، حاضر حولها انك اتصال. مع السلامة. الله يجزيكم يا دي العيال، مبهدلين البيت على الاخر طول النهار، تنظيف توضيف في البيت، ويا ريت عادي السنابيل. خدش منه غير تكسير في الوش، ولو يبوز عمال على بطاطا. Thank you.
هوا فيه انا فيه طبعا لك حق تعمل اكتر من كده بدل ابوك وامك سايبينك تعمل اللي على كيفك شوفوا خطك مساء الخير يا طه مساء الخير يا ناجي ايه يا طنط مالك متضايق ليه؟ من المناظر المؤذية دي شايف الواد عامل في روحه ايه؟ ايه ده؟ جون كم هي؟ مالك ايه اللي انت عامل في روحك ده؟ You look very funny. No, I don't. It's a style. Style? ما هو مفيش حاجة هتودينا في داهية غير التقليد الأعمى بتاعك ده. What? Never mind. طب الحديد يلا على قطك نحو الضبع عشان تبقى تعمل زي صفيحة الزبالة. Okay. قادي من نفسه من أمريكا والعيشة في أمريكا. صدقيني يا طنط دي حاجة تخوف. احنا دوبك ما بقالناش شهرين هنا لكن الواحد شاف حاجات غريبة جدا. خلي بالك يا ابني انت وسهير من دلوقتي اتعلموا من تجارب اللي قبليه ولما تخلفوا ولاد ان شاء الله تربوهم في حضن الكنيسة ومحبة ربنا. كلامك فعلا صح يا طن الكنيسة هي الحماية الوحيدة لأولادنا في المجتمع ده طب لكن من واضح ان نبيل ومنى ما كانش ليهم تقل قوي على الكنيسة ما كانوش كده في الأول يا ابني أمال ايه بس اللي حصل البلد دي بتغير الناس ازاي ما عرفش في الأول يبقى الناس قريبين من ربنا لأنهم لسه في بداية حياتهم في بلد جديدة غريبة عليهم مظبوط لكن أول ما الأمور تستقر معاهم لأنهم حاسين بيحتاجهم الشديد لمساعدة ربنا ووقفوا معاهم سؤالا يا سهير ازاي يا طنط الحمد لله على السلام الله يسلمك يا طنط ايه أخبار الشغل أهو ماشية الظاهر إني قطعت عليكم حديث مهم يا جماعة كنتوا بتتكلموا في إيه؟ كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا اتفضل يا طنط كملي كلامي إحنا كنا بنتكلم على إيه؟ كنا بنتكلم يعني لما المصريين بيطولوا شوية في البلد دي ايه اللي بيحصل لهم بالظبط كنا بنقول ان المصريين اول ما بييجوا هنا بيبقى ارتباطهم بالكنيسه قوي لانهم شاعرين باحتياجهم الشديد لمساعده ربنا ووقوفوا معاهم لكن اول ما الامور تستقر معاهم يبتدوا يشتروا البيوت والعربيات وفلوسهم بتكبر في البنك يبتدوا شويه شويه يبعدوا عن الكنيسه متهيألي يا طنط ان الواحد اول ما بتكتر فلوسه بيشعر انه بقى قوي ويقدر يعمل اللي هو عايزه وساعتها بينسى ان ربنا هو مصدر كل حاجه كويسه في حياته وبمجرد ما دخل الفكر ده لاي انسان بيبتدي على طول ينسب اي نجاح لصدره لعقليته الفذه وشخصيته الجباره هو ده بالظبط اللي بيحصل وفي الوقت ده ربنا ما بيبقاش ليه وجود في بيوت الناس دي ولا في حياتهم خالص هو ده وفي ناس اصلا ما كانش لهم علاقه بالكنيسه لما كانوا في مصر لكن لما جم هنا ارتبطوا بيها لكن للأسف الشديد ارتباطهم بيها أصبح سطحي جدا وأصبحت الكنيسة بالنسبة لهم مش أكثر من مكان لعمل صداقات وتحقيق مصالح شخصية هو مش غلط الواحد يعرف ناس عن طريق الكنيسة لكن مش صح برضو إن ده يبقى الشيء الوحيد اللي بيربطنا بيها صح هو ده اللي قصده بالظبط يا ابني التليفون ده ما بيبطلش يرن طول النهار Direction? I cannot believe it. I love adventure. Yeah, in some remote, secluded place in the middle of nowhere. You have to come. I know. ايه اللي بيحصل ده؟
احنا فين هنا؟ انت في امريكا يا حبيبي، الجنه اللي كنا بنحلم بيها، فاكر؟ ايوه فاكر. ها ولسه؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ هو لسه في حاجه ثانيه هنشوفها؟ ولسه. طيب عن اذنكم يا جماعه انا هخش المطبخ اخلص شويه حاجات قبل منى ما ترجع. اتفضلي يا طنط. اسمع يا ناجي، احنا لازم نفكر بجد في موضوع العزاب ده. انا خلاص اعصابي تعبت ومش قادر اعيش في البيت ده اكتر من كده. ايه اللي حصل بس؟ يكونش نبيل ولا منى حد ضايق فيهم بحاجه؟ ان كانت على منى فهي ست زي السكر وبتساعدنا على قد ما بتقدر وفرحانه بوجودنا معاك. انت ناسي ان هي اللي عرفتني على صبحي صاحب المكتب اللي بشتغل فيه؟ لا مش ناسي. امال ايه بس اللي حصل؟ الحكايه حكايه نبيل ابن خالتك يا استاذ. انت مش شايف الطريقه البايخه اللي بيعاملنا بيها؟ على فكره نبيل ده كان غير كده خالص، لكن يظهر ان 16 سنه اللي قعدت هنا في امريكا خلته امريكاني اكتر منه مصري. انت عارف بيفكرني بالايه اللي بتقول لانك فاتر لست باردا او حارا انا مزمع على تقيات من فمي. تقصدي ايه بالظبط؟ اقصد ان نبيل ابن خالتك ده بقى لا محصل لا مصري ولا حتى امريكاني، يعني حاجه كده بين البنين. خلي بالك نبيل ساعات بيتصرف معانا تصرفات احنا بنعتبرها هنا لينا، لكن هو ما يقصدهاش ابدا. يا نادي بطل تبرر كل تصرفات. لا صدقيني مش هو ده هدفي، يعني مثلا ساعات يقعد ويحط رجله في وش اللي قدامه. الامريكان بيعملوها مع بعض وما بيعتبروهاش اهانه. طب ايه رايك لما الاستاذ نبيل يوم الصبح وتبقى خلقتنا في خلقته وما يقولش حاجه صباح الخير وين قالها يقولها بالعافيه؟ اهو ده بقى اللي ملوش الا معنى واحد، انه مش طايق يشوفنا في بيته وبيقول مع السلامه هونا بقى. يا سهير اصله ساعات لما بيبقى متخانق مع منى ما بيبقاش طايق الدنيا ولا اللي فيها، وحظك يبقى وحش لو وشك جاب وش ساعات. طب وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه ان كان متخانق مع مراته ولا لا؟ لا يا ناجي ما تشاليش، مش هو ده السبب الوحيد، كل ده شويه حركات لزوم الاوراق يا سيدي. جاهز ده مش طايق روحه على الاخر، زي ما يكون ما بقاش في حد برودكشن مانجر غيره ونسي انه جه اول البلد دي كان بيمسح بلاط ويغسل صحون وما كانش بيعرف يتكلم كلمتين انجليزي على بعض. يا سهير معلش لازم نستحمل شويه، الراجل عامل فينا معروف وين قعدنا في بيته. انا مش عارفه ليه بعض المصريين بيخلعوا ثوب المصري ويلبسوا الامريكاني حتى لو ما كانش على مقاسهم. اقول لك انا بقى ليه؟ لاننا شعب عنده استعداد غير عادي للانصهار والذوبان في الشعوب الثانيه، وده طبعا بيأثر على معالم شخصيتنا الاصليه كمصريين. عندك حق، شوف احنا كم مره غيرنا لغتنا، بعكس ناس ثانيه كتير زي الاسبان واليهود بيحافظوا على لغتهم مهما اختلطوا بشعوب ثانيه كتير. انت دلوقتي فكرتيني بالناس اللي بتيجي يعني كبار شويه 25 30 سنه وبعد 3 4 سنين يقول لك انا نسيت العربي، يفقد الذاكره تماما. المهم يا سهير مش عايزك تفتكر ان انا ضد فكره العزال، بل العكس انا نفسي نعزل النهارده قبل بكره عشان نشعر بقى باستقرار ولا لمره لاول مره حتى بعد 7 سنين بهدله في مصر. هم مستني ايه بس؟ ماشي يا ستي نبتدي ندور على شقه من الويك اند اللي جاي، ولو ان ظروفنا يعني لسه صعبه حبتين. معلش يا عم ناجي تدور. خلاص يا سيدي كل في وقت ما تقلقش، سيبها على ربنا. ربنا يسهل. منى وصلت. What do you want? What do you want? تفتكر الواد ده يسمع كلام امه ينزل لها النهارده؟ ولا هيتحرك. انت قلت ايه يا جماعه؟ لا ازيك يا ناني؟ ازيك انت؟ مار hold on I'm on the phone hang up I'm coming here right now all right ما بسمعش كلام من اول مره. منى ما تتعبيش نفسك انا اروح اجيب الشوبينج مع عمي. لا يا منى يا مار يا منى عبال ما مارك ينزل من فوق اكون انا جبت الشوبينج كله، دي حاجه بسيطه ما يهمكيش. ثانك يو الواد ده دايما منرفزني وحارق دمي. معلش يا منى اي كان نوت بليف. معلش يا منى هم العيال كلهم عاملين كده. معلش هقول لك ايه بس انت هو انا جاي هجيب الحاجات ولا تقلقي. دلوقتي هيجي ما تقلقي. ايه ده؟ ايه اللي ابنك عامله في روحه ده؟ ما كان بعقله لغايه امبارح. يا نهار ابيض على كده. ما اعرفش الواد ده دايما بيجنني no matter how many
times we tell him, don't do these crazy things. Your face is funny. He still insists on doing it. I will not. ربنا يخف عنكم. تربية العيال صعبة أوي في البلد وخصوصا في السن ده. عندك حق. عندك حق يا سهيل. قومي روحي شوفي غيري هدومي كده وأنا هشوف طنطي يمكن تكون عايزة حاجة في المطبخ. أوكي. ها يا عمار تلاقيك تعبت شايلتك كيسين شوبينج بحالهم. I'm alright. You okay? Alright. What are you listening here? Mark. Rap. Ah, okay. Rap. تعال عايز اقول لك على حاجه. Yeah. Do you know that this headphone will make you deaf? Especially when you listen to this hip-hop music. First of all, it's not called hip-hop, it's hip-hop. I know that. By the way, do you know what is the meaning of the hibam? Yeah, I know what it means. My mom sometimes calls me the hibam. You heard that? Mark, did you finish your homework? I was working on it until you interrupted me with the shopping. Okay. Go back to your room, finish your homework, I'll call you when dinner is ready. Wait. معلش. ما قلتليش بقى يا سهير، عاملة إيه في الشغل مع المصريين؟ من ناحية الخبرة يا منى أنا كل يوم بستفيد حاجة جديدة، لكن من ناحية الفلوس بارك الله. الأستاذ صبحي بيديني المينيمم بالعافية، وناقص يقول لي اشتغلي ببلاش كمان. معلش. استحملي شوية بعد كده يا ستي ادوري على شغلنا احسن لكن معلش احنا مصريين بعشاننا بعض زايد عن حد شوية لا 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 عشان الاستاذ صبحي زايد عن حد حبتين ثلاثة قولي عشرة تزعليش قوي كده يا سهير طب ده الرئيسة بتاعتي مصرية اسمها ايفون هو انا ما قلتلكوش على حكاية ايفون ماذا ايفون لا ولا كنت عندك قلت لنا عليها حاجه تصور مش عايزه ترقيني لا يقولوا عليها متعصبه بترقي المصريه اللي زيها مع اني انا استحق الترقيه عن كفاءه ومن سنتين كمان الظاهر ان عقده احساسنا بانها اقليه هتفضل ملازمنا في كل مكان حتى في امريكا بلد الحريات هو حقوق الانسان شوفوا يا جماعه انا بقالي في البلد دي 18 سنه شفت فيها ناس أشكال وألوان وجنسيات ملهاش عدد ما لقيتش وسط كل دول غير المصريين بس اللي ما يحبوش يساعدوا بعض حاجة تحزن بصحيح حاجة غريبة يا منى تفتكري ليه كده؟ مش عارفة يا سهير إذا كان ده عدم محبة أنانية خوف ولا كوكتيل من كل ده معرفش لكن مش معقول يعني كل الناس اللي موجودين هنا بالمنظر الوحش ده لا طبعا لكن في من النوع الوحش ده كتير بقول لكم ايه سيبكم بقى من الموضوع ده قولوا لي بقى مش انتوا بقالكم كده يجي شهرين وشويه عايشين في امريكا الوقت هنا بيجري بسرعه مذهله طب ايه رايكم بقى في حياتكم الجديده في ارض الاحلام في الحقيقه يعني ما فيش ولا حلم واحد لغايه دلوقتي اتحقق ولا حتى باين امتى يمكن يتحقق هديكي زي ما انت شايفه يا منى كل قدرنا نوصل له شغلانه السكيورتي جارد بتاعتي وشغلانه سهير ام وثلاثه ضل وربع في الساعه يا جماعه كلنا كنا كده في الاول طب ده انتوا تحمدوا ربنا ان انتوا لا بتغسلوا الصون ولا بتمسحوا بلاط ده غيركم اتمرمط على الاخر كتير هزار يا منى ان سكتنا في البلد دي هتبقى صعبه صعبه قوي مالها مصر مالها مصر يا ناجي ما كنا عايشين محترمين في بلدنا انتم عارفين يا جماعه مشكلتكم ايه دلوقتي ايه هي يا منى مشكلتكم ان انتم عايشين الترانزيشن بيريود بتوين مجتمعين مختلفين تماما في كل شيء وطبعا وظايفكم في مصر احسن من الاشغال اللي انتم ماسكينها دلوقتي طبعا اكيد وده ديفينتلي مسبب لكم تعب نفسي لكن صدقوني هيجي اليوم اللي هتعدي فيه المرحله دي وتفتكروا ايامها كانها ذكريات جميله تفتكري يا منى يا رب تفتكري انه هيحصل ده في يوم من الايام ما تخافيش يا سهير ربنا ما بيسيبش حد وخصوصا الناس الحلوين اللي زيكم الله يخليكم وانتم حاملين هم ليه اديكم
قاعدين معانا ما تحملوش هم حاجه خالص. في الحقيقه احنا تقلنا عليكم ومش عارفين نودي جمالكم دي كلها فين. يا ناجي ما تقولش كده، هو في جمايل ما بين الاخوات وبعضها. شكرا يا منى. ميرسي. ازيك يا منى؟ اهلا. ازيك يا ماما؟ ايه ده يا ماما ده؟ انت لسه لحد دلوقتي في المطبخ؟ لسه يا دوبك مخلصه دلوقتي. يا ماما يا حبيبتي، انا مش قلتلك 100 مره ما تحبسيش نفسك في المطبخ طول النهار؟ يعني اديني قاعده بتسلى ده هعمل ايه بدل ما اطق من القعده لوحدي من اربع حيطان طول النهار؟ يا حبيبتي وطقي ليه بس؟ اتفرجي على التلفزيون، اعملي حاجه. ما التلفزيون بتاعك يا بنتي كله بالانجليزي. معلش يا ماما تحت عليا دي. ها معلش. معلش يا بنتي، اهي من ضمن ما في حاجات كتير قوي بتفوت عليكم. على فكره كنت عايزه اقول لك، سوزان صاحبتك اتصلت بيكي وعايزاكي تكلميها ضروري. سوزان مين؟ سوزان مرات ثروت شنوده دكتور السنان. اوكي ثانك يو، هكلمها يا ماما. ميرسي خالص. دارس هير تيتا. ايوه يا دبي بابا وصل. طيب يا حبيبتي ثانك يو. طب على اذنكم يا جماعه، الفرن الاكل في الفرن هيتحرق، الحق الاكل احسن هيتحرق في الفرن. طيب دبي. يس. واي ديد يو تيل تيتا بالذات بابا وصل؟ اسك هير. اوكي تيتا said she doesn't like to be in face to face situations with بابا especially when he comes back from work. Are you happy now? Mom, I didn't mean anything. Tita said she does that because Baba Beep adore booze kibir awi. Listen, now it's good if you would have to send it back to a wallet. There's this guy. Hi everybody. Hi. الترافيك كان عامل معاك ايه وانت راجع؟ مش معقول يا نبيل، مش معقول. النهارده 2 hours على البارك واي عشان اوصل البيت. Unbelievable. Unbelievable. الحمد لله على السلامة. Whatever. I said I'm going. No. I said no. Dad. طب بعد اذنكم يا جماعه احنا هنروح على اوضتكم. اوكي جو هير. بعد اذنكم. اوكي. لما العشاء يجهز هندح لكم. اوكي. ميرسي. تعيشي. تعالي ستيبي نقعد شوف ايه بقى الحكايه. ايه ست في ايه؟ By the way dad, yeah. I really like that tie. It matches with the color of your eyes so well. Oh my god, I love it. Oh really? It's so nice. Oh yeah, 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 yeah. You must have something in mind to ask for. Tell me, Debbie, tell me, Debbie. What is it? It's a jewelry, right? No. It's not a jewelry? No. A computer game? No. So it's not a computer game, it's not a jewelry, I guess. Oh, I got it. It's a new dress, right? No, not this time, not oh, this come time. On. It's not like something you've mentioned. أمال إيه بس يا ربي حبيبتي. Well, it's, Yeah. Oh, honey, yeah. Okay. Daddy? What? What did you ask your dad for? إيه مالك يا مونة، في إيه؟ مفيش حاجة. أنا عارفة هي سألتك على إيه. عايزة تروح حفلة الرقص بتاعت صاحبتها هننتي بكرة. Isn't that right? طب وفيها إيه؟ هيجرى إيه يعني؟ ما لازم نديها ثقة في نفسها. يا نبيل احنا مش عارفين حتى الحفلة دي هيبقى شكلها ايه، وهي اوريدي طلبت مني الطلب ده وانا قلت لا. Come on mom, nothing's wrong with that. A lot of girls from school and even from church go to parties like that. بس يا بنت اسكتي. انا مش عايزة اسمع سيرة البارتي دي تاني. انا قلت مفيش بارتي يعني مفيش بارتي، فهمتي؟ That's not fair. Dad, please take me tomorrow, please. I really want to go. ما تعقديش البنت وتحرميها من الحاجات اللي بتحبها. ديبي, don't worry. I'll give you a ride tomorrow. Okay, honey? Okay, Ron. Debbie, what? Go to your room now. Great. That's even better. Oh, is Debbie going to your room? It is better. Whatever. عشان يرتاح ويأكل لقمة. يلاقي خناقة مع الوقت شوية ومع أمه شوية حاجة تقرف. انت عارف يا أستاذ بنتك هتتجنن على مروح البارتي دي ليه؟ بص ثاني هنا كلمني.
هيكون ليه يعني؟ علشان تقابل الولد الصيني اللي بيكلمها في التليفون كل يوم 100 مرة. طب وفيها ايه هيجري يعني؟ انت فين جرالك حاجة في عقلك يا نبيل؟ بتقول ايه؟ انت احنا مش حتى مش عارفين. احنا حتى مش عارفين الفاضي دي فين؟ ايه اللي بتقوليه انت ده؟ انت فاكرة نفسك عايشة فين يا ست هانم؟ في الصعيد؟ اصحي يا هانم وفوقي، انت عايشة في امريكا. The land of freedom, freedom of speech, act, you name it. وعلى فكرة بقى، إن ما كانتش بنتك هتعمل الكلام ده قدام عينك فأكيد هتعمله من ورا ظهرك. يعني عايز نعمل إيه؟ أغمض عينيا؟ أطنش؟ عندك اختيار تاني؟ أيوة، أقول لا. اللي بتقوله ده يا أستاذ تخلي على عاداتنا ومبادئنا المصرية، ده انهزام واستسلام لتأثير سلبيات المجتمع الأمريكي علينا وعلى أولادنا. انت هتقولي لو كنت عايزة تربي أولادك بطريقة الصعايدة دي يا ست هانم يبقى تربيهم وتطلعي على مصر. Nabeel, you guys have to fight over everything. Uh-huh. Like yesterday, you had a big fight over who should take care of the garbage. Isn't that right? I'm serious. Who knows? Maybe you have something more exciting to fight over than garbage. بس يا ولد بلاش قلة أدب. This is not the way to talk to your parents. شايفة؟ عاجبك كده؟ انت السبب. مليون مرة اقول بلاش argument قدام العيال. مفيش فايدة. I'm sorry dad, but I'm still wondering, are you teaching us the right way to live our lives and build our families in the future? Please think about me and Debbie. That's right. بس يا ولد بلاش لمضة وطولة لسان. اقفلنا عقدك دلوقتي. I have to listen to this. I'm leaving this room now and maybe the boss later. نبيل سمع الواد ده بيقول ايه؟ الواد ده لو ساب البيت وطفل هيبقى بسبب عمايلك السودة وتصرفاتك الغلط دي. عمايل انا السودة وتصرفات انا الغلط؟ لا يا ست هانم، انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الواد ده لو طفش وساب البيت هيكون بسبب عمايلك السودة وتصرفاتك انت الغلط. ساعة تقرصي عليه على الاخر وساعة تفتحها له على البحري. تاني I want you to both know that if I leave this house, it'll be because of both of you, all right? Mark, yes, it. Go back to your room now. But have you seen my sneakers? Jesus. I've told you 100 times, no, no, no. It's a bit of a defense. Go back to your room. Go look for it in your room. I already looked there. Oh, it must be in the garage. الواد من كتر ما بيشوف البيت ده بقى عقله ما فيش فيه خالص. هو عقله بس اللي مش فيه، مش شايف منظره كله ملخبط على بعضه ازاي؟ yeah. مش ده من الحريه الزايده اللي اديها له هي واختي يا استاذ؟ Yeah, I know that. نبيل اوعى تجيب لي سيره حفله البنت تاني. انا قلت لا يعني لا. Okay. لما يجي بكره يبقى لها الف حلال. اهلا، ازيك يا انجيل؟ وازاي ابونا رفيع؟ الحمد لله. كويسين. فعلا احنا بقالنا كتير ما رحناش. هو عايز يجي يزورنا؟ اهلا وسهلا. بكره مناسب؟ الساعه 7؟ مناسب جدا جدا. اوكي انجيل، اوكي، مع السلامه. سلمي لنا على ابونا. اوكي، باي باي. دي انجيل مراد ابونا رفيل، واخده منا ميعاد علشان ابونا يجي يزورنا بكره الساعه 7. لو سمحت ما تتاخرش في الشغل. وايه بقى سبب الزياره المفاجئه ديت؟ سبب الزياره يا نبيل ان احنا بقالنا 7 شهور ما رحناش الكنيسه. ابونا جاي يفتقدنا ويسال علينا. اوكي يا منى، اوكي. هاف ا جود نايت. ايه يا نبيل، ايه مش هتتعشى؟ كلامك سد نفسي عن اي اكل يتاكل. يا سهير، يا ناجي، يا ماما، يا ولاد.
مش عاد هش ولا ايه؟ فعلا الوقت اتاخر جدا جدا. يا خبر ابيض، الله يجازي اللي كان السبب. نهايته تصبحوا على خير. اوعوا تمشوا، الحكايه لسه ما خلصتش، انا بس اللي ماشي. لسه صاحي؟ ايوه لسه. قريبك نبيل ده عامل لي امريكاني على الاخر. طب وطي صوتك لحد يسمعنا، الحيطان هنا ليها ودان. متخافش، محدش سمعنا ولا حاجه. مين اللي قالك؟ امال يعني احنا سمعنا كل حاجه ازاي؟ لما بقى حصل لك بدل ما نبيت بكره في الشارع. طيب طيب، تصبح على خير. وانت من اهله. ولا احسن من كده خالص. الشقه دي ايجارها $550 شامله الهيت والهوت ووتر. انا بقول كده برضو يا ناجي، اوضه وصاله يا دوبك على قدنا، احنا مش محتاجين اكتر من كده. ما تنسيش كمان يا سهير انها جنب محطه الاوتوبيس اللي بيوصلك الشغل. تتكلم جد؟ ده ما فيش احسن من كده. احنا نروح الويك اند اللي جاي ونشوفها. خلاص ان شاء الله. وريني كده هي فين. طب ده كويس قوي، قريبه من هنا كمان. مظبوط. هو الباص بعيد عن هنا. كبين نمرة التليفون عندك؟ طب هاي. اوكي. بتدوروا على شغل في كورنال ولا ايه؟ لا ولا حاجة، ده احنا بندور على شقة الإيجار والحمد لله لقيناها خلاص. انتوا أوام كده زهقتوا مننا وعايزين تعزلوا؟ ما تقوليش كده يا منى، احنا بس هنروح يوم الأسبوع الجاي كده نشوفها. انت عارفة ان احنا ما نزهقش منك أبدا يا حبيبتي. بس انا مش عاوزاكم تعزلوا، احنا خدنا عليكم خالص ومبسوطين قوي ان انتوا قاعدين معانا. القلوب عند بعضها يا مايك. احنا كمان خدنا على المكان هنا وهيبقى صعب علينا ان احنا نسيبكم. اه الحقيقة احنا تقلنا عليكم قوي ومش عارفين نودي جمالكم دي كلها. The priest is coming over our house. I see hugs and kisses. What's going on? اصلا خير وماجي. ماما طولك يا رب. لقيت شقة ورايحين نشتغل. Really? That's very good. نبيل. دي جامده مش في النص. الحمد لله لقينا شقه في الجورنال الايجار ورايحين نشوفها يوم السبت باذن الله. لا حقيقي جود لك يا جماعه، جود لك. ثانك يو فيري ماتش، وي ديفينتلي نيد ات. اوكي. اوه مش ممكن نبيل. الساعه بقت داخله على 7، ابونا زمانه في السكه، ممكن لو سمحت ما تتاخرش. اوكي اوكي. I'll do some paperwork لغايه لما ابونا يوصل. اوكي نبيل. نعم. اوعى تنسى وتخش على ابونا بالبايب بتاعك. اي نو ذات. ابونا تعرف اتفضل. انا حاجات كويسه جدا يا منى. ابونا رفائيل وصل. اتفضل يا ابونا. اتفضل يا ابونا. اتفضل. السلام والنعم عليك. سلام عليك. ازيك يا زبونة؟ ناجي ابن خالك نبيل وسهير المدام بتاع. ما انا اتقابلت معاهم في الكنيسه قبل كده. ازيكم؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا اذنك يا ابونا اروح انده الولاد. طب اتفضلي. وانت يا ناجي مهندس على ما اذكر مش كده؟ مظبوط يا زبونة، وسهير محاسبه. وبقالكم كتير قاعدين هنا في نيوجيرسي معانا؟ يعني تقريبا شهرين وشويه.
وناويين ان شاء الله تستمروا معنا في المنطقه هنا على طول ان شاء الله يا سلام. طبعا العالي يعني نقدر نعتبر ان شعب الكنيسه زاد 2 وطبعا ما يستجد مش كده ولا ايه؟ ربنا يسهل ان شاء الله. ازيك يا مامي؟ ازيك يا صاحبي؟ نص الصليب يا حبيبي. سلم عليكم. ازيك يا دبي؟ ازيك وحشنا يا اولاد. ازيك يا اولاد؟ ازيك يا دبي؟ هي يا اولاد دو جو تو ساندي سكول؟ نو. About Sunday Mass, I guess not too, right? Sometimes we go. It depends. It depends on what? Well, me and Mark have a lot of things to do, and most of those things happen on Sundays. And plus another reason, Abuna. What is it, Mark? We don't drive and we don't have a car, and when we ask our parents to take us, they're always too busy. Oh. Now we know what the problem is. Obviously, you have so many things much more important to you than the church. And this is absolutely wrong. Don't you take care of all your body needs, such as eating, sleeping, watching TV, playing games, and so on and so on? Sure, everybody does. Yeah. Well, great. Then, God, what about God? Don't you think we should at least go to God's church in His day? Because Sunday is God's day. And we should at least go to church and attend the Mass, right? Yeah. Sure. But when it comes to driving, well, you're not to be blamed. Well, إيه رأيك يا منى؟ عندك حق يا سكونة. Yeah. أهلا أهلا وسهلا. إزيك يا نبيل؟ إزاي صحتك؟ إزيك يا راجل؟ وحشني كتير. إزيك يا نبيل؟ Okay. Excuse us. إزيك يا سكونة؟ تفضل. فينك يا راجل؟ أه سكونة. مشاغل حياتي وقصة عارف يعني. مفيش مشاغل أو مشاكل تبعدنا عن محبة المسيح يا نبيل، مش كده ولا إيه؟ مظبوط يا أبونا. يا ريت ترجعوا زي زمان أيام ما كنا بنشوفك أنت ومنى في الكنيسة كل يوم حد، إيه اللي جرى؟ صدقني يا أبونا من ساعة ما خدت الطريقة الجديدة في الشغل ديت والواحد ما بقاش عنده وقت خالص، مفيش وقت نعمل أي حاجة. شوف يا نبيل، مش لازم كل التجارب اللي بيبعتها لنا ربنا تكون قاسية، بل بالعكس ده ساعات بيدينا الخير بزياده. ميرسي سلم ايدك. ساعات بيدينا الخير بزياده قوي ونشوف هنعمل ايه. يا ترى هنفضل زي ما احنا في علاقتنا معاه ولا هنتقدم ونبقى احسن ولا هنتاخر ونبقى اوحش؟ يعني عايز اقول لك يا نبيل انه لازم نعبر عن لربنا عن محبتنا وشكرنا ليه كل ما يدينا الخير بزياده مش العكس. لكن صدقني يا قدس ابونا احنا ما بنلاقيش وقت نعمل كل اللي احنا عايزينه، يعني عايزين 24 ساعه فوق ال 24 ساعه. شوفي يا منى، صدقيني لو مسكتي ورقه وقلم وحسبتي كل الوقت اللي عندك انا متاكد انك هتلاقي وقت لربنا في حياتك وفي البيت كمان. لكن لو سيبنا نفسنا لدوامه الحياه تأكدي ان احنا هنفقد كل شيء وهنفقد ابديتنا كمان. صح. يعني يا جماعة انا عايز اقول لكم كلكم ان احنا لازم علاقتنا مع ربنا تكون طب. تملي هي our top priority. مظبوط يا وتسابونا. ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مظبوط كلامك. علشان كده انا عايز اخد منك وعد النهارده نبيل، لان انت المسؤول عن تربيه اولادك انت ومنى على حد السواء. اما عن تربيه الاولاد وتنشئتهم في حضن الكنيسه انت وهي لا مسؤولين عنهم تماما، ولازم تملي يكون الاب والام لهم طريق وسكه واحده وطريقه واحده في تربيه الاولاد. مش كل واحد فيهم يعامل الاولاد بطريقه ويبقوا الاولاد لايسين في النص ولا عارفين يمشوا في سكه الاب ولا في سكه الام. صح يا ابونا، ودي مشكله كبيره هنا عند كتير من المصريين، بيكون سببها ان في عيال كتير بيتفشوا وبيسيبوا البيوت وبيدوروا على العيشه اللي تناسبهم بطريقتهم هم. مظبوط كلامك 100%، وهي ديت بتكون بدايه طريق الضياع للاولاد دول. علشان كده النهارده انا عايز اخد منك وعد يا نبيل انت ومنى انكم تبتدوا صفحه جديده.
موافقين؟ موافقين يا واد صابون. عال يعني اعتبر ان ده وعد منكم ان انا اشوفكم في الاجتماع بتاع يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا هون. الحقيقه واد صابون هنبقى هنتصل بقدسك ونحدد اذا كنا هنقدر نيجي الاجتماع ولا لا. شوف يا نبيل الموضوع مش عايز تفكير يا نبيل. اقوم الان واذهب الى ابي. الموضوع لا يسمح التاجيل يا نبيل. خلاص يا ابونا اللي تشوف قدسك. طيب عال يعني اعتبر ان ده وعد منكم ان شاء الله اشوفكم السبت الجاي ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله في الاجتماع ان شاء الله. ويا ريت الباشمهندس ناجي والاخت سهير ييجوا معاكم على الاقل يقابلوا اسره الخدمات الاجتماعيه في الكنيسه هيقدروا يساعدوكم على الاقل يوروكم ازاي تدوروا على شغل. شاكرين لتعب محبتك قدسك يا ابونا. ما تشكرنيش على حاجه يا ناجي انا ما بعملش حاجه حبيبي الناس التانيين هم ان شاء الله اللي هيعملوا وهيساعدوني. نادي الاولاد علشان يا ريت نادي الاولاد علشان يصلوا معانا الاولاد. ثانيه واحده بسرعه انا هبقى اجيب لهم قدس ابونا اجتماع ان شاء الله باذن الله الجمعه ويقابلوا اخ ماجد والاخت مريم. يا ريت يا ريت تجيبهم وتيجي علشان نبقى نشوفك تملي ان شاء الله يا قدس ابونا. وعايز اشوفك تملي في القداس. حاضر. يعني نبتدي بالاجتماع اللي جاي ده وفي القداس ان شاء الله نشوفه اللي تشوفه قدسك. وعد يا نبيل. وعد خلاص. الاولاد هيجوا يصلوا معانا. اه طبعا. الاولاد فين يا منى؟ منى اليوم مش فاضي. الاولاد برضو على الكمبيوتر ولا حاجه تسيبونا انا مش قادر اعمل حاجه يعني. معلش. تعالوا يا ابوهم يا منى. تعالوا يا اولاد. معلش احنا نبتدي نصلي وهي هتيجي دلوقتي ان شاء الله. معلش. هو الشرق منين يا نبيل؟ الشرق تقريبا يا قدس ابونا. الشرق من هنا. هو من هنا يا قدس ابونا. تعالي يا بنت. تعالي يا حبيبتي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الهنا الحبيب يسوع اسمعنا عندما ندعوك بدلة البنوة ونقول يا أبانا الذي في السماوات معجزة ان الاوضه دي فاضيه. دي معجزه ان الاوضه دي فاضيه. لما اقعد اقرا لي كلمتين قبل ما اجتماع ابونا يبتدي. مساء الخير يا دكتور رأفت. اهلا اهلا. ازيك يا ماجد؟ ازيك يا دكتور رأفت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه يا عم الاناقه والشياكه دي بقى؟ لا لا ما اقدرش على الحاجات دي بقى بقى بقى. دي كرافتة تعادي ولا العفو العفو دي من بعض بعضكم. الا قول لي يا ايه اخر ابحاثك في النيوكليير فيزيكس يا اينشتاين القرن الحادي والعشرين؟ صدقني يا ماجد ما فيش حاجه جديده اليومين دول لسه شويه بقى. معقول يا راجل مفيش صاروخ جديد او قنبله جديده او حاجه زي كده؟ nothing لسه شويه. على اذنك يا دكتور رأفت. اتفضل يا ماجد. اقدر اساعد حضرتك في حاجه؟ اهلا. ايوه يا اخويا وحياتك انا بدور على واحد اسمه رأفت تدرس. دكتور رأفت. يا دكتور رأفت. ايوه في واحد عشان حضرتك. اهلا اهلا. ازيك يا سنية؟ اهلا. وازاي اخبار تفيدة وامين يا ترى؟ فرح فرح. ايه يا اخويا ده اللي انت عايز تحضره؟ هو وشك ده وش افراح؟ الله الله ايه الحكايه يا سنيه؟ جرى ايه لا سمح الله؟
ايوه اخويا استعبط فيها بقى واعملي نفسك مش فاهم. وبعدين معاك يا سناء ما تتكلمي كويس امال وخشي دغري في الموضوع بقى. مش عيب عليك يا راجل تضحك علينا وتغشنا انا واختي الغلبانه دي. اضحك عليكم في ايه بس واغشكم في ايه؟ ولك منها يعني يتيمه وملهاش ام. اه لو المرحومه امي كانت عايشه كانت عرفت توقفك عند حدك بصحيح. انت يا بنتي بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه خالص. يا سلام يا جدعان صدق صحيح اللي قال اللي اختشوا ماتوا. وبعدين معاك يا سنيه للمره الثانيه بارجوكي ما تكلمينيش بالطريقه دي. عاوز تفهمني انك ما تعرفش حكايه خلق امين؟ لا ما اعرفش حكايته. ايه ده كمان ما تعرفش يعني انه دخل السجن قبل كده؟ دخلوا امتى وفين يا سنيه؟ من يجي 30 سنه كده دخل ابو زعبل يا خويا. ما تعرفش الحكايه دي؟ ها اللهم التفت لمعونتي يا رب اسرع واهني. حرام عليك يا سنيه. عايزانا اشتغل مخابرات لحساب اختك سفيده واعرف حاجات حصلت عن اهل العريس قبل ما حتى العريض نفسه ما يتولد. ارحميني يا سنيه ارحمك ربنا. ارحمك؟ هو انت كنت رحمتنا عشان ارحمك؟ انا كان يوم ما طلعت الشمس وما شفناك وعرفناك اهل بنتي دلوقتي بتحب الواد وعايزه تتجوزه. واعملي انا بقى ايه؟ ما تتجوزه يا ستي. انت زعلانه ليه؟ هي كانت اشتكت لك؟ شوف يا اخويا الراجل بتستنهزها فرصه يعني من البنت ما هي شازكه ما تفهمش حاجه في الدنيا. ده اللي عملك دكتور ظلمك. لا دي الحكايه دي زادت عن حدها. انا لازم اخد معايا اكشن دلوقتي. اكشن؟ اكشن مين يا بتاع الاكشن انت؟ يا مدام سريه ما يصحش تسيب الكلام بالصوت العالي كده. احنا هنا في الكنيسه مش في الشارع. ما يصحش كده ابدا. تعالي هنا. هو ده بيعرف العيب كل اعترف حتى بعمته الصغيره. او ماي جاد يا ما في الحبس مظالم. انت ورد لسه ليك عيب بتتكلم يا ربي. انا ماجد السيف دي عايز تفتح. يا مدام سنيه ما يصحش كده ابدا. تعبتيني يا مدام سنيه. يا مدام سنيه ده انت اجمد مني. ايه بس يا اخي والله يا مدام سنيه ما يصحش كده. تعالي نقعد في حته تانية نتكلم على هدوء. ايه ده؟ يمكن نلاقي حل للمشكله دي. اتفضلي معايا. اتفضلي يا اخي. باين عليك يا استاذ بتفهم في الاصول. تعيش مرسي قوي. بتعرف صح من الغلط. تعبتيني. معلش 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 معلش. اتفضلي معايا. معلش اتفضلي معايا ارجوك يا استاذ. تعبتيني يا مدام سنيه. لما نشوف اخرتها قول لي. لا يا رب. ايه يا مدام سنيه احنا في الكنيسه هنا مش معقوله كده. خليها عندنا دي يا شيخ. ماشي يا استاذ. اتفضلي عشان خاطر. ماشي. يا ساتر يا ساتر. ده كابوس مزعج. بدل ما تحمد ربنا انها لقت حد يتجوز اختها تفيده جاي تمسك في خنائي. حاجه مش معقوله. سلام يا اخويا. وانت جيت منين يا اخويا؟ مش معقول يا ابني. مساء الخير يا دكتور رأفت. ازاي؟ مش معقول. مين؟ نبيل ومنى. ازاي؟ ازيك يا نبيل؟ ازاي صحتك؟ وحشني يا ابني. الله يخليك يا رب. ازيك يا منى؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. فينكم يا جماعه؟ ما بنشوفكمش بقالنا مده. ما بتجوش الكنيسه؟ اهو مشاغل الحياه بقى يا دكتور رأفت انت عارف. وانت بالعذر ايها الانسان. في دي بقى عندك حق. وعشان كده احنا جينا الكنيسه النهارده. عن اذنكم يا جماعه انا هروح. اتفضلي يا منى. روحي. المهم انا سعيد جدا ان انا شفتكم النهارده. ويا ترى جايين تحضروا الاجتماع ابونا؟ ان شاء الله هنحضر الدكتور رأفت. وهي ترى والدتك وصلت من مصر؟ والدتي انا. مين الست اللي هناك؟ يا دكتور رأفت ده انت لسه مسلم عليها ومودعها في التليفون اول امبارح. لا اتجه من مصر تاني يا سيدي. جنى الله ياسر يا اخي. اوكي تعال اتفضل. اعرفك بطنط والدة منى مش والدتي. اهلا ازيك يا طنط؟ باشمهندس ناجي. ايوه اهلا يا باشمهندس. مراته. اهلا وسهلا. ودي منى مراتي انت عارفها. طبعا غنية عن التعريف. احنا مش هنعطلك بقى. احنا هنرتاح. اتفضلوا استريحوا. اوكي. وزمان ابونا على الوصول. اوكي. مش هنعطلك بقى انا حاسب. طمني يا ناجي عملت ايه مع الست دي؟ اطمن يا سيدي.
ربنا سهل وقدرتك معها انك مش ممكن تعرف كل حاجه عن العريس واهله خصوصا الحاجات اللي حصلت من 30 سنه وفي مصر حاجه مش معقوله ابدا يا اخي او ماي جاد وقدرت كمان اقنعها انه مش من العدل ابدا ان احنا نحكم على واحد ان هو مجرم لمجرد ان في حد في عيلته دخل السجن من 30 سنه فات لكن انا نفسي اعرف هي عرفت الحكايه دي ازاي معلش يا دكتور رافض مش هقدر اشرح لك كل حاجه دلوقتي عشان ابونا على وشك الوصول والاجتماع هيبتدي هقول لك على كل حاجه بعدين اوكي 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 يا دكتور اورايت مع الف سلامه اهلا ازيك يا مريم طيب عن اذنك يا ماجد اهلا ازيك يا مريم استاذن انا عن اذنك احكي لك كل حاجه بعدين بعدين بالتفصيل احياء ابوك ادي تعبت قوي طيب انا جبت لسه بتاعت اسامي عشان خاطر طيب عشان انا في الاجتماع وكل سنه صدقيني مش عارف في ايه يا استاذ عياد مالك رايح جاي كده ليه خير باذن الله خير اصل في فاكس وصل حالا يقول ان سيدنا البابا ركب الطياره من القاهره وفي طريقه لنيويورك وهيزورنا هنا في الكنيسه بكره هيزورنا هنا في الكنيسه بكره ايوه ده يبقى خير وبركه ان احنا عندنا سيدنا هنا بكره وربنا يجيب قداسته بالسلامه بس انا برضو مش قادر افهم لغايه دلوقتي انت عمال رايح جاي كده ليه يا استاذ عياد امال الاحتياط واجب يا استاذ ده انا هتصل فورا بالاف دي اي اف دي اي ايوه والاف بي اي بي دي اي والسي اي اي والموتور فيكل موتور فيكل كمان والبوليس والفاير ديبارتمنت والعمده وكله كله كله يا استاذ عياد ايوه الاف دي اي يعني فود اند دراج ادمنستريشن ما لهمش دعوه خالص بالامن هتتصل بهم ليه مش هيخسر يا استاذ مش هيخسر جايز يا استاذ عياد انت تعرف اكتر مني طب عن اذنك على فكره يا جماعه المدافن المحجوزه باسم الكنيسه المدافن المحجوزه باسم الكنيسه قربت تخلص ما فاضلش منها غير 50 حته بس والراجل رفع السعر من 300 ل 500 دولار في الحته الواحده الحقوا اللي عايز حته يحجزها من دلوقتي قبل الاسعار ما تزيد يا ساتر يا رب افتكرنا خير يا اخي انت ليه بس عامل بتفول علينا ما تزعلش قوي كده انتوا يعني كلكم هتخلدوا فيها لما نموت يبقى حلال حلال يا سيدي لقد اعذر من انذر بس ما تجوش بقى ساعه الجد وتقولوا لي الحقنا عم عياد عايزين تربه اهي دي بقى ما اضمنهاش برضه وقفت صابون كلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع المحبة المرة دي بإذن المسيح عايز أكلمكم عن موضوع تاني الموضوع اللي أنا هتكلم فيه النهاردة موضوع بيثيره البعض منا وخصوصا اللي عايشين هنا في أمريكا وهو موضوع تطوير كنيستنا القبطية لكي تتماشى مع تطور الحضارة والمجتمع في العصر الحديث وقبل ما نتناقش في الموضوع ده أحب أديكم فكرة مختصرة وسريعة عن التقليد الكنسي في كنيستنا القبطية تسلمت كنيستنا القبطية التقليد الكنسي من الآباء الرسل أصلاً اللي هم استلموه من السيد المسيح اللي عاشوا معاه 30 يوم عاشوا معاه 3 سنين الأول وبعدين عاشوا معاه 40 يوم بعد القيامة يقول إيه الكتاب يحدثهم ويعلمهم الأمور المختصة بالملكوت وطبعا زي ما بيقول سيدنا البابا إن الأمور المختصة بالملكوت ديت ما هي إلا التقليد المقدس أو الإنجيل الغير مكتوب وجمعت الكنيسة الأقوال دي كلها وحطتها في كتاب
سمته الدسقولية أو تعاليم الآباء الرسل. وزي ما القديس يوحنا بيعلمنا في كتابه بيقول إيه؟ إنه لو حب يكتب ويسجل كل حاجة قالها وعملها المسيح في خلال حياته فإن العالم كله لن يساع حجم الكتب المكتوب فيها الحاجات دي. فترى إيه هي كانت الحاجات الأخرى الكثيرة التي صنعها الرب يسوع؟ لابد أن بعض منها على الأقل كان مختص بنظام العبادة وفي الكنيسة والتقاليد بكل التفاصيل. الواقع يا أخواتي أن كل ما في كنيستنا الآن من نظام وأسرار كنسية وترتيب في العبادة استلمناه أصلا من الأباء الرسل اللي استلموه من السيد المسيح وبعد كده اتنقل من جيل لجيل لجيل لغاية ما وصل لنا النهاردة. طب بعد إذن أبونا التطورات ديت والطقوس والترتيبات ديت ما تطورتش من ساعتها؟ سؤال كويس يا نبيل. هناك حقيقة واضحة وضوح الشمس ولا تقبل الشك إطلاقا، وهي أن كل ما في كنيستنا من نظام عبادة وتعاليم مصدره هو واحد، هو السيد المسيح نفسه، ولم يحدث فيه أي تعديل. علشان كده أن أنا بحب تملي أقول لدعاة فكرة تطوير الكنيسة أو بمعنى أصح أمراكة الكنيسة بدعوة أن تتماشى مع الرتم السريع للحياة والمجتمع في العصر اللي احنا فيه. أحب أقول لهم أن فكرتهم دي هدامة ولن تبني على الإطلاق، بل بالعكس. بعد إذن أبونا تفضل. تعتبر ليه هدامة الفكرة دي؟ أقول لك ليه هدامة. من الواضح أن الهدف الأساسي من عملية التطوير أو الأمركة دي هي اختصار أو إلغاء بعض الطقوس الكنسية، ويعني نعملها من وجهة نظرهم هم أسهل في الممارسة وأبسط. يعني مثلا نخلي القداس نص ساعة، نلغي كل الصيامات ما عدا الصيام الكبير، وده كمان نصيهم بس كل يوم 4 من كل أسبوع في خلال فترة 40 المقدسة. ياريت حتى ده نصوم الصيام اللي احنا عارفينه، لا دول عايزيننا ايه، كل واحد مننا يمتنع عن حاجة كده يكون بيحبها زي الشوكولاتة، مش عارف الحلويات، القهوة، الكاندي، حاجات دلع زي كده يعني. والصيام زي ده ملوش اي علاقة بما تهدف اليه كنيستنا القبطية الارثوذكسية من صيام روحي يطهر الروح والنفس. الحقيقة النهاردة مش هنقدر نخش في تفاصيل الموضوع ده لانه يحتاج سلسلة اجتماعات طويلة جدا، مش اجتماع واحد بس. لكن عايز اقول لكم يا احبائي ان احنا لو عملنا الحاجات دي وقابلناها في كنيستنا هيبقى مصيرها زي مصير كنائس كتير جدا جدا بنشوفها معروضة للبيع. كنائس دي بتتباع ليه؟ لان شعبها انفض عنها. ليه؟ علشان بقت كنائس بدون ارواح، بدون اسرار، بدون اعمدة، وبدون اعمدة لكي ترتكز عليها، او بمعنى اصح اصبحت شوية حيطان وشوية كراسي وروح الله لا يعمل فيها فانهدمت. طب يا ابونا واللي عيان واللي ما يقدرش يصوم الصيامات دي كلها يعمل ايه؟ شوف يا نبيل، كنيستنا القبطية بكل ما فيها من الصراء الروحي فتحة ذراعاتها على الاخر وبتقبل كل واحد فينا على حسب طاقته الروحية. صدقوني انا مش عارف ازاي نقبل تحويل كنيستنا العظيمة ديت من حالة الثراء الى حالة الفقر الروحي لمجرد ان احنا عايزين نجاري المجتمع والعالم اللي احنا عايشين فيه، ونسينا ان احنا مش من اهل هذا العالم، نسينا احنا مين. في الحقيقة يا جماعة يا استاذ عياد اتفضل. الحقيقة يعني اللي أنا كنت عايز أقوله إن إحنا لو في الحقيقة يا جماعة
انا كنت احب اجاوب على اسئلتكم. انا شايف في ناس كتير عندها اسئله، لكن الحقيقه جالي ظرف لازم امشي دلوقتي حالا. وعلى العموم انا اوعدكم ان احنا في الاجتماع الجاي ان شاء الله نكمل موضوعنا، وكمان تبقى فرصه ان انا اجاوب على اسئلتكم كلها. لإلهنا كل مجد من الان والى الابد امين. عن اذنكم يا جماعه، على فكره بعد الاجتماع الاخ ماجد والاخت مريم من اسره ابراهيم الجوهري هيقعدوا ويستنوا، اللي عايز يتقابل معاهم يستنى ما يمشيش، هم هيقعدوا معاهم. عن اذنكم يا جماعه، على فكره ماجد ومريم لو سمحتوا دقيقتين هيرجعوا لكم تاني على طول ما تمشوا. اتفضل. شكلي بشبه عليها كده. ده احنا هدوبك ما بقلناش شهرين هنا اوام لحد تعمليك اصحاب. يا اخي مش ده اللي اقصده، اصلي بشبه عليها، شكلها شكل واحدة كانت معايا في سنة ونصدقوا. طب تروحي تشوفيها يمكن تطلع فعلا هي صاحبتك. طب لما اشوف. عن اذنكم يا جماعة. بسرعة شكلها عامل زي اوت هدد كده. مساء الخير. زيزي مش كده؟ مين؟ زهير فارس؟ انا مش مصدقة عليا. ازيك يا زهير؟ ازيك؟ مش معقول بعد السنين دي كلها اشوفك بالصدفه هنا في امريكا. فعلا احنا ما شفناش بعض يمكن من 10 سنين مش كده؟ مظبوط، من ايام شبرا الثانويه والثانويه العامه. بس انت يا عزيزي زي ما انت ما اتغيرتيش خالص. بجد؟ صدقيني ده انا عرفتك اول ما دخلتي من الباب. الحمد لله طمنتيني. اعرفك بقى بمشيل جوزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يا ترى بقالكم قد ايه هنا في امريكا؟ يجي 10 سنين كده. اصلي بصراحة انا اختصرت السكة، قلت بلا مذاكرة بلا جامعة بلا وجع دماغ امريكا احسن. عندك حق. لكن قولي يا زوري انت جيتي نيوجيرسي من امتى؟ من شهرين كده. اهلا بيكي نورتي امريكا. الله يخليك ميرسي. لكن انا شايفه يا دبله في ايدك الشمال. يا ترى بقالك قد ايه متجوزه؟ اتجوزت كده من 4 شهور. اتجوزنا وجينا على طول على هنا. امال فين جوزك؟ اهو واقف مع ابن خالته. نيجي ثانيه واحده هناديه. ناجي. ايوه زين. بعد اذنك تعالى اعرفك على صاحبي. استناك بره بقى ويا ريت ما تطولش. حاضر بسرعه. حاضر. تعالي ناجي جوزي وزيزي زميلتي من ايام ثانوي الاستاذ مشير. اهلا بيك يا فندم. مبروك على الجواز والحمد لله على السلامه. شكرا. لكن طلعتوا تعرفوا بعض فعلا؟ ما شفتوش بعض بقالكم مده طويله؟ ايه 10 سنين فاتوا. ربما صدفه خير من الف معاد. لكن يا سهير طبعا لازم تيجوا تشرفونا في البيت، احنا ساكنين هنا جنب الكنيسه على طول، يعني مالكيش حجه. اكيد يا زيزي ده انت وحشاني وحشاني خالص، بس اول ما نجيب عربيه ان شاء الله على طول. لا بقى دي مش مشكله، دي عندي انا بقى، انا اوصلكم اديكم اكستنشن بالخنزيره بتاعتي. اكستنشن؟ اكستنشن يعني توصيله يعني. لا ايه انت راح تقول كده برضه. اصل انت مش عارف
ده حتى البنك عمل لنا مشكلة كبيرة قوي عشان يوافق لنا على الكولر بتاع العربية. طب وإيه علاقة البنك بالكولر بتاع العربية؟ انت مش فاهم قصدي بقى الظاهر. لا في الحقيقة مش فاهم حاجة خالص يعني، يا ريت تفهمني. انا هشرح لك، خليك معايا. دلوقتي السلفية بتاعت البنك يقولوا عليها ايه؟ مش بيسموها لون برضو؟ مظبوط. ولون يقولوا عليه بالانجليزي مش كولر، ولا انا غلطان؟ لا غلطان، مظبوط. اقول تاني؟ لا 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 فهمت خلاص، واضحه جدا. اظن انك انت فهمت كل حاجه دلوقتي. واضحه جدا الحقيقه يعني، شكرا. معلش اصلكم انتوا جداد في البلد دي ولسه ما خدتوش على لغواها. احنا كنا برضو زيكم كده في الاول. الله يطمنك. ان شاء الله يا سهير كل حاجه هتبقى تمام. احنا خايفين على ربنا، ربنا يضبها بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا مش مصدقه عيني بس ان انا شفتك. انا هقول لك ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام وكل الامور هتمشي. هو بس لو ننزل في شقه معلش يا جماعه اتاخرنا عليكم شويه، ودلوقتي لو سمحتوا وتستنوا في حجره الانتظار اللي جنب مكتب ابونا، وان شاء الله هننادي على كل واحد لوحده او كل عيله لوحدها. اوكي هنمشي بترتيب الاسماء الموجوده في الليسته دي. اوكي شكرا. يلا نكمل كلامنا بره. اتفضل اتفضل. تعرف تقرا دي يا ماجد؟ وريني. اتفضل. ثانك يو. مش عارف مخلل مخلع حاجه زي كده، مش واضحه. اول اسم عندي هنا الاستاذ زغلول مخلع. مجلع 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 مش مخلع لينا، والحمد لله وصحتنا فينا. اسف قوي يا استاذ زغلول، ما قصدتش صدقني. كل ما فيها ان النقطه اتحركت من تحت طلعت فوق فخلخلت المسائل شويه. خلخله غير مقصوده يا اخي زغلول. خلاص اتفضل استريح يا اخي زغلول. شكرا يا استاذ. مش شكرا. لا لا ما فيش زعل ولا حاجه. الاسم بالكامل لو سمحت. زغلول عبد الشهيد مجلع. وبقالك قد ايه هنا في امريكا يا استاذ زغلول؟ يعني كده حوالي سنه. ومتجوز وعندك اولاد طبعا؟ الحمد لله نشكره ونحمده. وهم موجودين معاك هنا؟ لا هم الحقيقه يعني انا قلت بدل ما ييجوا يتبهدلوا معايا هنا ابعت لهم ييجوا لما المسائل تبقى معدن والعمليه مش حابه. ويا ترى كنت بتشتغل ايه في مصر يا اخي زغلول؟ لا بقى اسمح لي بقى. ايه انا راجل سلامائي برضون يعني. تقصد تقول مخرج سينمائي؟ ابا لا حقيقة يعني اقل درجة. مفيش بقى غير مساعد مخرج. عليك نور. هي دي هي دي. والعلم سعادتك انا بقى مساعد المخرج المسؤول عن الكلاكيت. العلم سعادتك دي اخطر وظيفة ومهمة في انتاج الفيلم السينمائي كله، من غيرها يبقى الفيلم مخلع. انت مش معقول، انت ما حصلتش، انت فلتت زمانك يا اخي زغلول. تشكر يا بيه، ده كله من فضلك. اتفضل استريح. حقيقي يعني الحقيقه يعني السينما المصريه كانت غايبه عنك فين يا اخي زغلول؟ تقول ايه بقى؟ فيش نظر بعيد عنك. اللي قول لي يا اخي زغلول، انت دخلت امريكا بفيزا هجره ولا سياحه ولا من غير فيزا خالص؟ ابا من غير فيزا ازاي بقى؟ فيزا ده انا واخد فيزا سياحيه من الطبليه 5 سنين بلا فخر والحمد لله. من الطبليه وخمس سنين؟ مش بقول لسعادتك انا راجل سلامائي برضون يعني. قصدك تقول مالتيبل فيزا؟ عليك نور. هي دي اللي انا واخدها. الاستاذ ماجد ده بصراحه حقيقي يعني نبيه جدا، ربنا يحميه. ما علينا يا استاذ زغلول، انت دلوقتي ساكن فين؟ حقيقي يعني انا ساكن في البسمن بتاع واحد مصري جدع وابن بلد حقيقي يعني. ايه بتقول ايه؟ ما خدتش بالي انت ساكن فين. بيقول لك ساكن في البسمن. وبعدين بقى العالم دي مستواها في الانجليزي تعبان قوي، كل ما اقول حاجه يسالوني معناها ايه. مش عارفين حاجه، انا مش عارف العالم دي عايشه ازاي في امريكا. البسمن يا مدام يعني البدرون يا مدام. بسمن. معلش يا سيدي الكلمه دي مش موجوده في القاموس. لا لا ساتسوكي ساتسوكي، ما يعني انا عارف ان اللغات ديت بحرها واسع ومش ممكن الواحد يعرف كل حاجه برضون يعني. وكلك مفهوميه يا اخي زغلول. تشكر يا استاذ. وانت دلوقتي بتدور على شغل ولا بتشتغل اوريدي يا اخي زغلول؟ حقيقي يعني انا بس كده اشتغل كده شغلانه كده على قد الحال لغايه ما ربنا يفرجها والواحد يلاقي مجاله وياخد وضعه. ويا ترى بتشتغل فين دلوقتي؟ في ماكدونالدز. فين؟
بقول لسعادتك مكدونك قبل كده بقى كنت بشتغل في بونجر كينج وصيرس. زغلول زغلول معلش لحظة واحدة معلش أنا إذنك يا مريم لحظة واحدة أصلي في سؤال عمال أأجل فيه من الصبح يا زغلول. اتفضل سعادتك. إنما مش قادر أأجله أكتر من كده. اتفضل سعادتك. انتهرتني هناك. اتفضل سعادتك. إلا أقول لي إنجليزي ده يا زغلول. وإيه ده سعادتك؟ بونجر كينج وسيرس بالصاد ومكدونات وبصمان والمالتبلية ده إنجليزي ده. بقول سعادتك ايه ده انا متعلمه من اهل بلده على طول. لا يا شيخ. صدقني يا بيه. طب اشرح لي بقى دي عشان انا مش فاهمها. من الاحتكاكات الدولية سعادتك؟ الدولية يا ما تعاملت مع سلمائيين انجليز وفرنسويين يا سيدي. طب والعلم سعادتك بقى أي. انا لما باجي اعبي قبل كاشة واخد بالك في اي شغل باجي اعبي قبل كاشة نفوتها دي بكتب في خانة اللغات الأجنبية أيوة. إن أنا بعرف إنجليزي وفرنساوي كمان. بكتب في خانة اللغات الأجنبية إنجليزي وانت عايش هنا في أمريكا؟ دي أول حاجة بكتبها. وكانوا بيردوا عليك؟ ولا واحد رد علي. وعشان كده أنا جيت النهاردة. وازلت تستغرب ليه ما رديت عليك حي يعني بيجي حاجة تجنن. دي بقى بالذات عندك فيها حق. انما احنا في الحقيقه لغايه دلوقتي يا اخي زغلول مش عارفين نوع المساعده اللي انت محتاجها مننا بالظبط. الحقيقه انا جيت النهارده ايوه عشان اسالكوا يعني لو تعرفوا يعني حد من المصريين بيشتغل في هوليود او يعني لو بيشتغل في التلفزيون الامريكاني يعني هيبقى احسن برضو من ماكدونالدز وبونجر كينجو والكلام ده يعني. وانت شايف ان انت ممكن تسد مع الامريكاني يا زغلول؟ هي كيمياء يعني ولا كيمياء يعني؟ كيمياء 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 ايه وطبيعه ايه كيمياء. انت جاي الكنيسه هنا عشان تبع شغلنا زي في حاجه زي كده وماله مدام واحنا يعني جايين نسال بس وشغل عيب ولا عيب برضوني يعني فيها ان احنا ما نعرفش حد بيشتغل في المجال ده يا اخي زغلول عشان كده مش هنعرف نساعدك. خلاص احنا جايين نسال برضوني بالعلم بالشيء برضوني يعني. لا مفيش حاجه على العموم اذا غيرت رايك وقررت تغير نوع العمل اللي انت بتدور عليه يبقى ادينا خبر يمكن نقدر نساعدك. اوكي شكرين يا استاذ. انا اسف ازعاج يعني. جود لك تو يو. انا اسف ازعاج تحت امرك. انا اسف ازعاج يا مدام. بالسلامه يا اخي زغلول. انا اسف ازعاج. تيجي في اي وقت يا اخي زغلول. شكرين يا استاذ. انا اسف ازعاج يعني. اخدمك يا اخي. انا اسف ازعاج تحت امرك. ابا في سؤال كاني كنت عايز اسال لك يا استاذ ممكن؟ اتفضل اتفضل يا اخي زغلول. انا بقول لسعادتك ايوه كانت معدتي تعبانه شويه وكنت عايز اروح اكشف في المستشفى. واحد من اصحابي قال لي يا واد يا زغلول قبل ما تروح المستشفى لازم تكون متأنشر عليك. ايه راي سعادتك؟ طبعا يا اخي زغلول دي الأنشرة دي شيء مهم جدا. انت يا زغلول مش كنت خلاص ماشي وكافي خيرك شرك ايه اللي حصل تاني؟ وانا عملت حاجة غلط؟ وانا عملت حاجة غلط؟ امري لله. يعني ايه متأنشر عليها زغلول؟ لا بقى اسمح لي بقى إيه؟ مش عيب واحد مسكب زي حالاتك معرفش يعني ايه متأنشر يا استاذ ماجد. ما انا مهما اتعلمت واتنورت مش ممكن هوصل لمستواك يا اخي زغلول. في ناس مستنيه بره ارجوك خلصني بسرعه. متأنشر ايوه يعني متأمن عليه الانشور بتاع العلاج. اوه ماي جاد الله يسامحك يا اللي خرجته من مصر. ما تخافش يا اخي زغلول وما تحملش هم. انا هبعتك عند دكتور عندنا من الكنيسه هنا يقتلك اي مين يتكشف عليك وهيريحك من كل حاجه. ما تخافش ومش هاخد منك فلوس خالص. شكرا يا استاذ. مفيش حاجه. انا متشكر يا استاذ. انت طول. انا اسف ازعاج. انا دخل. انا متشكر يا استاذ. اقدم بس. انا متشكر يا مدام. الف سلامه. انا اسف ازعاج. الف سلامه. انا اسف ازعاج. شرفت وانا اسف ازعاج يعني. انا اسف ازعاج. انت بتسلم عليه امك. انا اسف ازعاج. ألف سلامة يا أخي زغلول. استني لما اطمن إن هو ماشي. شفتي زغلول؟ شفتي زغلول بيقول لي أنشرة؟ أنشرة؟ مش معقولة أبداً.
دي فوضى. دي ما بقتش كنيسة يا عم. ايه اللي بيحصل ده؟ مش معقول. مش معقول. لازم اقول لابونا. يا عم عياد استنى بس يا عم. بقت فوضى. مش معقول. الاستاذ عياد بيزعق ودمه بيغلي. اكيد الحكاية كبيرة قوي. ظهر في ناس بره واقفين بيتكلموا. اتفضل معايا. اتفضل يا استاذ. اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل يا استاذ. اتفضل. ايه بس يا عم هيهاد محبك هاوي كده ليه؟ اسمعنا انت يعني عمال تبيع وتأجر في الطرب محدش بيكلمك يعني بردون يعني؟ اسمع يا استاذ بلح بردون يعني؟ زغلول خليك زغلول في نفسك. زغلول ولا بلح مش ده المهم. المهم انك تخليك في نفسك وبس ومالكش دعوه باي حد تاني مفهوم؟ ايه حكايه يا استاذ عياد؟ اسالوا الافندي ده هو اللي كل اللي حصل. ما حصلش حاجه يا اخوانا. يا عم عياد يا عم عياد ما تعملش من حبه اوبا الله. طيب يا اخويا قول لهم كنت بتوزع ايه بره على العربيات ساعه ما قفشتك. قال ايه اللي قفشتني ده؟ واحنا بنسرق ولا بنسرق؟ زغلول وريني ايه اللي في ايدك ده. انا عندي سؤال واحد بس قبل ما اديك الورق. ليا سؤال واحد. ايوه اسكت. كل الراجل ده شغال مخابرات في CNN. مالكش دعوة يا زغلول بحد وخليك في حالك. وريني الورق ده لو سمحت. شوف شوف CNN. شوف يا نهارك مش فايد يا زغلول. صدقتيني صدقتيني صدقتيني. مش ممكن. ايه ده؟ مش حاجة. ايه ده يا زغلول؟ كل ما في العملية حفلة أنس وفرفشة ما هو برضو في ساعة لقلبك وساعة الربة. ما هياش خطية. بلاش التطرف بتاعك وده. وبالمناسبة بقى لا لك حق يا أستاذ عياد. صدقتيني صدقتيني. وبالمناسبة بقى أنا عزمكم كلكم على الحفلة دي وعلى حسابي كمان. قلتم إيه؟ اسمع يا أستاذ ماجد لو سمحت لازم توقف المهزلة دي دلوقتي حالا. ما تتحمقش كده يا عم عياد. صدق بيه كل العالم دي هتلاقيها هناك. مشي حالك يا استاذ مشي حالك. وبليز بليز دون كات ماي بريد. دواء الضغط. الدواء الدواء عياد الدواء باين عليا نسيته في البيت. لا 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 اسمع اسمع يا مريم ده مش عارف بيقول ايه لا بالانجليزي ولا بالعربي حتى. الدواء يا مش معقول كده. ده تلاقيت الدواء. الحمد لله الحمد لله. لا مش معقول. لا حاجه مش ممكن ابدا. خلي بالك انت من الاستاذ عياد. سيبيني زغلول انا. مش عارف زغلول تنزل حالا تلم كل الاعلانات اللي في الباركينج لوت حالا دلوقتي يا زغلول. هوليوود والتلفزيون الامريكاني وقلنا دي مش مهم انما دي ما تعديش ابدا يا اخي زغلول. هو انا لحقتها يا استاذ ماجد؟ ده هم اتنين تلات اعلانات حطيتهم على العربيات وهوب لقيت بتاع السي ان ان جاي قافشني. يا ابني ما اسمهاش السي ان ان اسمها السي اي ان. اسمها سي اي اي. لخبطتني في الانجليزي يا زغلول. زغلول خليها عندنا المره دي. لم الاعلانات دي قبل ما ابونا يوصلوا الخبر. ماشي ماشي عشان خاطر انا يا زغلول. وكذلك اوكي ماشي. الاستاذ عيد عنده الضغط. ماشي شكرين يا واسم. الف سلام. شكرا يا استاذ ماجد. اوكي شكرين يا واسم. انا اسف ازعاج برضو. مفيش برضوني يعني. مفيش ازعاج يا زغلول. بس عايز اقول لك على حاجه. لو جيت تاني لميلادي اهي دي هيبقى فيها ازعاج برضوني يعني. اوكي خلاص مش هنعتب الكنيسة تاني يا سيدي برضون يعني. ما تقولش كده يا اخي زغلول. الكنيسة بتاعتنا كلنا تيجي في اي وقت. بس كل ما فيها ان الناس كتير بره والوقت مش مكفي. خلاص يا سيدي خلاص. انا اسف الازعاج. مفيش حاجة بقى برضون يعني. عايز انا اسف الازعاج. حلوة بقى انا اسف الازعاج. لا مفيش حاجة. الف سلامة يا اخي زغلول. بالسلامة. تعال من هنا. خدني من هنا. بالسلامة يا اخي زغلول. زغلول تعال من هنا. تعال من هنا. لا لا عشان خاطري. لا الاستاذ عياد يشوفك يجي له هارت اتاك. من هنا اطلع. من هنا اهو. ماشي من هنا. سلام عشان خاطري. سلام يا استاذ ماجد. خليت مخي اتلخبط يا زغلول. مش عارف الخروج من مشي زغلول. مشي خلاص. اوعى يرجع هنا لولادي. بصي يا مريم لو زغلول جه تاني هيقعد جنبك هنا وانا مروح. مش عارف كده تاني. مش عارف بجد ان هنعمل ايه تاني. احنا قلنا مين اللي عليه الدور. فين اللي بعد فين كريستين شاروبيم؟ قالك انت انا مش زغلول كتير عليك. انا هروح كريستين شاروبيم. هاي كريستين. هاي هاو ار يو. هاي كريستين. هاي هاف ا سيت. الله انت جايه لوحدك من غير مام اور داد؟ No mom, no dad. Is that a problem? No problem. I was just asking. مفيش مشكلة حبيبي. Can we get some information about you, please? Sure.
How old are you, Christine? I'm 18. صوت. افتح الميكروفون بتاعك. مفتوح صوتك. How old are you? I'm 18. Oh. Yeah. ده انت لازم تكوني في الكوليدج دلوقتي صح؟ No, not really. I dropped out after the 11th grade. يعني خلصت الهاي سكول وبس؟ يعني حتى ما خلصتيش الهاي سكول. اوكي. وعندك do you have brothers and sisters? I only have one sister and she's 12 years old. ويا ترى بابا بيشتغل ايه يا كريستين؟ He's a businessman and he's filthy rich. وبزنس ايه اللي عند بابا ده يا ترى؟ He owns 4 gas stations and a lot of real estate worth millions of dollars. 4 محطات بنزين ربنا يزيد ويبارك. وماما بتشتغل؟ No. وانت يا ترى بتعملي ايه دلوقتي يا كريستين؟ I have a full-time job. I have to support my family. تساعدي الفاميلي بتاعتك ازاي يا بنتي؟ انت مش لسه بتقولي دلوقتي ان بابا عنده 4 محطات بنزين غير البيوت والعمارات؟ يعني he's very rich. Yes, he is. لا بقى كده يبقى في مشكلة كبيرة. There is a big problem, right? Yes, and that's why I'm here. Okay, احكي لنا بقى ايه المشكلة and how can we help you, Christine? Actually, you could be of great help to me. Go ahead, tell us everything, whatever you need, huh? Christine, don't hesitate to tell us everything. We're here to listen to you and we will help you as much as we can, okay? What do I need? It's a very good question. I need a lot of things. I need someone open-minded and compassionate to me. Someone who understands me and feels my feelings. I need genuine prayers from people who really believe in God. Ankit, I need a real father, a real mother, not just biological ones. It's all I need. It's all I need. Sometimes I wonder why I came into this world to live this miserable life. Come on, please. I don't know. Cry, honey. I'm not sure. Calm down. Calm down. Come on, sit down. Have I want to talk Christine. To you. Have a seat. Calm down, sweetheart. Don't cry, please. Sit down. بصي بقى يا كريستين. إذا كنت بتدور على حد يقدر يسمعك ويفهمك ويحس بيكي فطمني ربنا بعتك لينا اما بابا وماما فما حدش يقدر يحل محلهم. Do you live with your parents now, Christine? I live with my mom and my sister. عايشة مع ماما واختك امال فين بابا؟ Where is your dad? He left us and disappeared about 2 years ago. سابكم من سنتين من سنتين فاتوا؟ Did he ever try to get in touch with you or your mom in the past 2 years? He never did. I guess he really doesn't care. And even if he does, he wouldn't dare to do so after what he had done to all of us. لا 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 يا كريستين. مش معنى ان بابا ما اتصلش بيكم يبقى مش مهتم. But what did he do to all of us? Every time I remember what happened, the bitterness and sadness fill my heart. ايه اللي حصل؟ What happened? He left us. And now he lives with another woman who's 20 years younger than him. Oh my God. He's having an affair ومع واحدة أصغر منه بعشرين سنة. Why do you think Dad will do something like that, Christine? Well, I personally believe that both Mom and Dad are responsible for the troubles we're having in the family. What do you mean? Dad used to be a very good father and husband. I still remember those good old days when I was a little girl. And Dad would take me out all the time. And even when I got older, he was always there for me whenever I needed him. طب لما بابا كان كويس كده وبيحبكوا الحب ده كله، ايه اللي حصل؟ Did he change suddenly? No, he changed over the last 3 years. ازاي؟ What do you think? How did he change? They just never agreed. There was always mistrust and misunderstanding between them. Another reason could be that. What is it, Christine? Dad felt neglected as a husband, and Mom was paying all her attention to me and my sister. You could be right, Christine. ما هو طبعا لما بابا يحس إن ماما أهملته and she doesn't care about him, ممكن خلافات كتيرة جدا تحصل بينهم هما الاثنين. But unfortunately, their children are the victims. You're right. We are the ones who are suffering the most. You're absolutely right. But tell me, Christine.
Are you here tonight asking us to intervene and solve the problems between your mom and dad? No, no, no. It's a hopeless case. So, why you're here then? Yeah. I'm here to tell you... Yes? ...that I want to get married. Now? Yes. Christine, you're only 18. Teresa صغيرة حبيبتي على الجواز وبحضرت الجواز. Isn't it better than the hell I'm living in now? And who's that lucky guy, Christine? Yeah. My boyfriend. Aha! Now I understand. You want to get married, and of course you need money for that, right? No, no. I talked to Dad, and he promised to take care of all of that. So what is it, Christine? There is one little problem. What's the problem? My boyfriend isn't Christian, and I cannot marry someone who isn't Christian. بنت مصرية صحيح. الدم المصري بيجري في عروقها. Bravo. So what is your boyfriend's religion? He's Hindu. Ah, صامت. صامت وفطرت على بصلة. So sorry, the boyfriend بتاعك هندي؟ Was he born in America? هو مولود في أمريكا يعني؟ No, he was born in India and he came to America 4 years ago. وبابا وماما عارفين موضوع الجوازة دي وموافقين عليها؟ Yes, but on one condition. What is الشرط ده؟ First, he must be baptized in our church. Very good. والبويفريند الهندي ده موافق ان هو يتعمد في الكنيسة عندنا؟ Yes, he doesn't mind at all to be baptized, and he loves our church very much. That's great. Very good. He's waiting, and he'd like to meet you. بجد؟ هو واقف بره وعايز يقابلنا؟ Yes, believe me. كده بقى انا لازم اشوفه. طب روح يا كريستين ده ليه ومشوفك ليه تاني؟ روح يا كريستين. ذمتك مش دي أول صفحة للمصريين في الولايات المتحدة؟ بصراحة يا ماجد دي أول مرة أسمعها ويمكن أول مرة أشوفها كمان. ناوي إيه؟ مولود في الهند. يعني هندي أصيل.